سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم. بمناسبة عيد الطفولة، عم يزيد يزور مدن الوطن في حفلات للأطفال. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم ننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب الحنان. يوم الاثنين 10 جوان بمدينة ميلا بملعب بالعيد بالقاسم على الخامسة مساء. الخميس 13 جوان بميناء مدينة عين تاجوريد على الساعة 7 مساء. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، نحن اليوم في عمر. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. تعالوا هلموا إلينا انضموا.